لا، لم يدخل العيد ببهجته إلى قلوبهم. كيف له أن يدخل وفلذات أكبادهم في الأسر يعانون البرد في الجرود بعدما عانوا الحر صيفا؟ هم اختاروا أن يعيدوا عيد الأضحى على طريق ظهر البيدر التي يواصلون قطعها منذ أسبوعين. الدمعة في العين والغصة في القلب بدل الفرحة. بدي أقول لسليمان ينعاد عليك، واشتقنا لك، واشتقنا توعينا الصبحية العيد وتعبطنا وتغمرنا ونبوسك وتبوسك، اشتقنا لك كثير. هن شو بهمهم؟ عيدوا هن ولادهم فرحانين ومبسوطين، نحن ولادنا الله اعلم كيف هن، ما سالوش عنا ولا بيسالوا عن ولادنا ولا هممنا حدا. اليوم جاء البعض من اقاربهم ليقف بجانبهم، لا ليعايدهم بل ليخفف من حزنهم، فالعيد الحقيقي حين نقبل وجوه ابنائنا، هكذا يقولون. ما عاد عنا نفس تا نفرح بوقت صار الذبح مثل المسرح، واولادنا يا ناس مأسورين، ما عاد عنا للفرح مطرح، يا عيد إلنا عود لما يعود، صوت الأسير يحرر الكلمة، حلمي بنصر مش وصل مش موعود، وبالعيد حلمي عيد بابني. حتى طعام العيد أتوا به إلى خيامهم المنصوبة فوق في ظهر البيدر، والتي ستظل مسكنهم حتى لقائهم الأحبة. لو هن ولادهم بالمغارة تحت الأرض معيدين، شو كانوا بيعملوا؟ شو كانوا بيعملوا؟ حسوا معنا بقى، ما عاش فينا عم نتحمل. اختاروا أن يضحوا مع بعضهم البعض، على تضامنهم يسهم في فك أسر أبنائهم العسكريين.